يا كابتن طارق، طب قول لي الاصابات، يعني حضرتك كنت بتعاني الفتره اللي فاتت ماتش سبورتنج واصحاب الجهاد، كان عندك غيابات كتير بسبب الاصابات. طمنا على الاصابات، عندك اخبارها ايه؟ والله الاصابات اللي عندنا طبعا اسلام كابتن الفرقه وصانع الالعاب والعالم موفق للفريق داخل الملعب، لان هو اللي بينقل كل التعليمات اللي انا بديها للعيبه، خاصه في العمل الهجومي كان تاثيره مهم جدا في الماتشات دي فعلا. عندي ممدوح طه، عندنا راضي، عندنا بقى ثلاثه كانوا بيلعبوا، لان احنا ما نقدرش يعني كانت هتبقى قايمه اثناء المباراه ناقصه، فلعبناهم طبعا بعلاج مكثف بحاجات كتير عملناها وما كانوش بيلعبوا، حتى الدكاتره طلبت عدد معين من الوقت اللعيبه دي تلعب، زي نعمان، زي احمد هشام تيسا، زي محسن، المجموعه دي كلها كانت بتلعب وهي واخده تعليمات من الدكتور عدد معين من الوقت داخل الملعب وبمجهود معين، ما يبذلش اقصى مجهود عنده لان الاصابه كده ممكن تتفاقم، ولكن الحمد لله اللعيبه اللي موجوده ادت ما عليها وقدرنا ان احنا نعدي الماتشين دول، كانوا ماتشين مهمين جدا. حضرتك عارف ان فرقه سبورتنج من الفرق اللي هي دايما بتنافس على البطولات، فرقه قويه، فرقه فيها عناصر مميزه جدا، خصوصا بعد ما انضم لهم محمد ياسين وسيد حارس المرمى الاهلي السابق واحمد عبد الرحمن لاعب الدار الاهلي السابق، فبقت فرقه قويه جدا. فكنا يعني ركزنا على المباراه رغم وجود الاصابات، وربنا اكرمنا الحمد لله واكرمنا في ماتش الجياد ورجعنا من هناك 6 بونت الحمد لله.